اطبطب ادلع يا يقول لنا ازاي يا رضي، راح اسكت اولع. شو كنتي بشوف اليوم ما جيتي تقعدي عند رجلي وتساليني شو حابه اتغدى اليوم؟ ها وش هذا؟ فاصوليا بيضه. بطلت تاكل غير منسف. وشو ماله المنسف كنتي؟ يخرب بيت سمعك ما اقوى. ايه بقول مرت عمي الفاصوليا مفيده مثل المنسف بالضبط. لدي علي جايه كنتي، انا الفاصوليا بتعمل لي ريح. شو بقول؟ اح مقلوبه زهره احسن عشان مصاريه. بس مرت عمي الزهره كمان بتعمل ريح. شو قلتي كنتي؟ ماني سامعه منيح. انا نازله مرت عمي اشتري اغراض، تتطلب وبتتشرف. ايه معقول ابو ركان؟ صدق وجه حبك عالطاحون يا ابو ركان، طول عمرك شايف حالك علينا. قال شو جوزها شايفها ومش مصدق. صدق هذا خبر ما بنسكت عليه ابدا، بلا زهره بلا بطيخ الشام. خليني اروح ابشرها لبركان. مرت عمي الله يسعدك، لولاك يا مرت عمي كان ما صار اللي صار. شو صار يا مره؟ وين الغراف؟ الو كيفك ام ركان؟ بس ما اكون ازعجتك. اسمعي ام ركان، انتي مثل اختي وانا صدقيني لولا غلاوتك عندي وانتي بتعرفي بدون ما اقول. قبل يمكن 5 دقايق هون بالحاره، مش عارفه كيف بدي اقول لك، مش عارفه كيف بدي احكي يا اختي. شفت ابو ركان ماشي مع وحده. شو وحده يا حبيبي؟ شو جمال، شو شعر، شو خشم، اشي ما منشوفه غير بالتلفزيون. أم ركان انت معي؟ بدك اوصفها اكثر؟ بقول لك شو حلاوه. شوفي الواحد يقول اللي إله واللي عليه، خوف الله الكسم زي كسمك، لكن الشكل بلا زغره غير شكل. شو هيني جاي. ايه مرت عمي قبل طبخه الفاصوليا بس حطي عليها ميه البندوره، ما بتاخر. شو بقول لك بتعمل لي ريح؟ شو كانك طرمه ما بتسمعي؟ طيب يا كنتي أنا بفرجي. ها بنتي يا مركان، كيف؟ شو صار لك؟ كنك لقيتي المصباح السحري. لا أنت يا إمراد رح تضلك على نياتك. حبيبتي القصة وما فيها إني قررت أرجع شباب وأصير أحلى من أول، كمان عملت 4 عمليات تجميل. عمليات تجميل؟ كيف بنعملوا هدول يا أختي؟ الدكتور بعملهم. وبعدين معك قلت له للدكتور اسمع انا بدي عيون أصالة وخدود اليسا وشفايف هايفا وبدي تشدلي وشي مثل صباح، هيك دخلت على العملية وهيك طلعت يا امراد. معقول يا ربي؟ انا بحلم ولا بعلم؟ يا الله يا أم رعيت، أنت رح تضلي أولد فاشن، لازم تعرفي أكتر عن هالشغلات الجديدة. وعيني يا مركان، إيدي بزنارك، وعيني يا مركان. اسمعي يا أبو رعد، أنا بدي أعملها، يعني بدي أعملها. لهسه أنا مش فاهم كلمة واحدة من اللي حكيتي. عملية تجميل. يا الله شو انت اولد فاشن، صار لي ساعة بشرح لك. يعني اذا ام ركان عملت اشي لازم نعمل زيه؟ لازم، يعني اذا هاي الشنعة ام عيون مع سمسار ومنخار افطس وشعر منكوش هيك صارت بعد العملية، كيف انا فلقة القمر شو رح اصير؟ اي سيدني كروفورد رح تغار من جمالي. اسمها سيدني كروفورد يا جاهلة. وعارف اسمها كمان. اسمعي يا مرة، احنا يا دوب مغطين مصاريف البيت، ما انت عارف البير وغطاه. خد سلفة، شو فيها يعني؟ سلفة؟ يا ابو رعد، يا ابو رعد، تعالي حبيبي. جاي. بلاش يا امي على ضغطك. شو يا ام رعد، غيرتي رايك في الموضوع ولا بعدك؟ بدي اعملها يعني بدي اعملها. طيب جهزي حالك يا امرأت. ايوه شو هاي على خدك اليمين، هاي خدك الشمال، هاي بس على فمك. خلص عذريني يا امرأت، بس هاي هي الطريقة الوحيدة للعملية حسب ميزانيتنا المتواضعة. يا امرأت اتورمت اندفخت يا اخوي، بس ضل علي خداد اليسا. الله يخزيك يا الفاصوليا.
لك يا